وبه يعلم أنه إذا نفي دخول الجنة عن من قام به موجب دخول الجنة، أي سبب دخول الجنة، وهو الإسلام والتوحيد، وهو أنه من أهل الإيمان في الجملة، فإن عدم دخوله الجنة ليس نفيا للدخول المطلق بالكلية، بل هو نفي إما عن الدخول الأول، وإما عن الدخول الذي يكون سالما من المؤاخذة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع